مرحبا في محفل اللي في مواقف تفرد فيه يحتار القصيد ما يقول وما يخلي كل ما قط بشافه قال ذا والله محلي وجهوني إلى المنابر والله إنه ما يفر جاشي إلا على وقفت بمقف فيه تجل بنت فكري غمة هم لا أفكار شر بالقصيدة العذب والحفل بهلة تهل فرصة لا جاتني ماني بشاور وترد مرحبا في محفل اللي في مواقف تفرد فيه يحتار قصيد ما يقول وما يخل كل ما قف طيب شافه قال ذا والله محل له مواقف طيبة ما هي بلا تحصى وتنع هالمواقف ما ترك للناس فيها ربع من محتزم بأخوانه اللي لكبرت والليل جرهد عندهم صكات بقعاك إنها لعب وتسلي هم عيال اللي على حسب الصعيبات تعود كل ما كبرت وضاقت قال في ظل استظلي كفه الراهي على غير الجمايل ما يورد هالكرم عند عبادك انه يصوم ويصل لك خوالم فالنوايف لهم صرح مشيد اللوفان الكرام اللي نصاهم ما كل واحدهم على طيب هالنبا ما هم تخلي